السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنلعب نزالات بكل بلابلنا اليمينية ضد كل بلابلنا اليسارية. هنلعب نزالات اليوم بخمسين بلبل بيبط البيرت أصليين من تكارتومي. فكل البلابل اليمينية حتكون بلابل أصلية من تكارتومي، بس بعض البلابل اليسارية خليناها من أصليين، لأن البلابل اليسارية أساسا يعني كلها تقريبا حيكون بس 20 بلبل، فضفنا لهم كم بلبل غير أصلي، وبرضه ضفنا لهم بلابل مزدوجة عشان يعني يكونوا شوية كثير مقارنة بالبلابل اليمينية. وقبل أن نبدأ بالنزالات، إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في جرس التنبيهات، لأن 70% من التابع مقاطعنا مو مشتركين في القناة، فالمفروض نكون أكثر من 200,000 مشترك، فاشتركوا في القناة وفعل جرس التنبيهات. ويلا خلونا نبدأ بالنزالات. كيف هنبدأ بأول نزال؟ اوكي، أول نقطة البلابل اليسارية. طبعا حيكون نظام النزالات في مقطع اليوم بالنقاط، يعني نزال الشجاع البارق واللهيب الأسطوري. اوكي، ضربة أسطورية قاضية. اوكي، وتحطم الحين هي ثاني واحد البلابل اليمينيين. ميضة مظلم والسيف الأخراج. اوكي، نقطة لميضة مظلم في كيس 70 تعادل 2-2. النزال اللي بعده، اوكي، الميضة الجارح والخادم المتوحش. اوكي، وبس ونش كان 2-2، فالحين تجي 4-2 للبلابل اليسارية. يلا النزال اللي بعده بين اخيل الاخير وحامل المحيط. اوكي، وبس فينش ونتيجة الحين 4-4. النزال اللي بعده، المنجل الجارح والوميض اللامع. اقوى بلابل في الجزء الاول في الواقع، في الانمي المنجل مو مره قوي، بس الوميض من اقوى البلابل، يمكن اقوى بلابل كان في الانمي. يب، هو اللي فاز. بس الشجاع برضه لو شكل في الجزء الاول، الشجاع كان حيفوز بس خسر فجأة. اللي ما شاف الجزء طبعا روح شوفه. اوكي، نقطة بلابة اليمينية، 5-4 بلابة اليمينية. اي، هذا نزال من احلى النزالات، الشجاع البركاني والوميض الجارح. اوكي، وبيرست فينيش. كيف النتيجة الحين؟ 7-4 بلابة اليمينية. اوكي، هنا عندنا نزال مرة، نزال مرة حلو كنت بقول، فنبغى العنقاد. يلا نلحق شباب. بلبل من الجزء الثالث فوز على بلبل من الجزء الخامس. كنت بقول نبغى العنقاد تحطم. فاوكي، نقطة البلابة اليمينية، زوبع الصقيع واللحاء المتجدد. يلا نشوف بس. اوكي، المفروض اللحاء تحطم بلبل جزء سوبر كينج ضد بلبل الجزء الاول. ولا صقع من الهجمات الفريدة. اوكي، حيكون زق هذا باحتمال. طبعا زوبع الصقيع بلبل يسافر، اي بلبل يدور بعكس البلبل الثاني، البلبل اللي يكون اقوى البلبل اضعف يمتص منه. اوكي، اكيد ما فهمته. فزوبع الصقيع تاخذ نقطة، وانتهي الحين صارت 8-5 البلابل اليمينية. يب. اوكي، النزال اللي بعده. اوكي، نقطة البلابل اليسارية، نتيجة الحين 8-6، بس خلينا نلعب جولة ثانية من نفس النزال والنقاط تكون محسوبة. اوكي، اخيرا لقينا بلبل يفوز عليه، مع انه مرة ما توقعنا. فالحين نتيجة 8-7 البلابل اليمينية. اوكي، بلبل ما فتحناه، بس حنلعبه هذا النزال، هو ديابلوس بس اليساري. حيكون ذا قادر احتمال. لا، المفروض يكون في ضربات، فاستغربت لما كان قادر احتمال. فنقطة بلابل اليمينية، 9-7 البلابل اليمينية. اوكي، نزال جدا اسطوري، حيكون بين براثن التيرب والشجاع سوبر كينج. ونقطة بلابل اليمينية، 10-7. الميض الحاضر وشبح النهاية، نزال سوبر كينج بين بلابل بلابل اليسارية وبلابل اليمينية. لا، اوكي، خلينا نشوف الفوز. طبعا بلابل اليمينية هم المتقدمين ب 10-7، المفروض الميض يفوز. حتى الليمت بريك يب ما تفعلت عند البلبل الدفاعي اللي هو شبح النهاية. ميض اللامع، هذا بلبل ظلال، بس ايش كان اسمه؟ افع السديم. يب. اوكي، شوفوا الحين ترى لعبنا كذا نزال عشوائي، بس لو فاز الوميض حنحسبها. يلا يا وميض، يلا يا وميض. اوكي، تعادل. براثن النصر. اوكي، اقدر يلا. الشجاع النسخة الخاصة وبراثن. اوكي، واو، خرب الشجاع. فبنحسبها ترى الحين تيجي 11-11 تعادل، لان اللي قبلها بس حسبناها نقطتين. الشجاع، براثن الشجاع. اوكي، بيرس فينيش. وندي الحين 13-11 للبلابل اليمينية. اوكي، براثن النصر نسخة كستومايز ست. ضد الكليب الحارس وكل اسطوره. فانا بقول بسرعه سريع اروح الظلام. طبعا الناس اوه اسطوره يا وحش ظلام. هذا اللي ما يعرف بارث نسخه الكستمايز سيت جدا قوي، من جد رهيب يعني، اسطوره، حتى ضربات اسطوريه يعني. النتيجه الحين 15 بلابل اليمينيه و12 للبلابل اليساريه. اوكي شباب، طبعا حنكمل نزالات 20 نقطه، واذا عجبكم النزالات هذه وعجبتكم حنسوي جزء ثاني ان شاء الله قريب.
فاللي ما يعرفته احنا اغلب نزال حذفناها، فتقريبا قاعدين الحين نصور نص ساعه وطلعنا بس هذه المقطعين هاي الدقيقه، فحنكمل وحنشوف النزالات الباقيه ونشوف يعني ايش يصير معانا. اوكي، عندنا الحين مباراتنا السوبر كينج ومصاص دماء، مباراتنا السوبر كينج بالتدريب اليدوي وهذا النقطتين تيجي الحين 14 بلابل اليساريه و15 بلابل اليمينيه. نزال جدا غريب بين منجا الساحر واللهيب الملكي لهيب التيربو. اوكي، مستحيل في بيرست، مستحيل اللهيب يتحطم، بس المنجل ممكن يخسر بقوة الدوران. طبعا اللهيب النمط اليساري الهجومي. اوكي، ما في هجوم لانه ما في ضربات. اوكي، نقطة بلاب اليسارية 15-15. سمندر الحار والطفاش المحطم. اوكي صح انه خرج بس بنحسبها. يلا سمندر، يلا سمندر. اوكي بيرست 17 للبلابة اليسارية، يعني قلب الطاولة تقريبا كان 11 و15 للبلابة اليمينية. الخفاش طبعا فيه خطأ مصنعي في مكان ركوب جهاز الإطلاق، إطلاق البلبل يب، فلما نطلق البلبل يقوم يخرج ويرجع ويصير فيه لأي حاجة. كان حلوة كلمة ركوب بس إنها غلط طبعا، يعني ركوب يعني لما تركب البلبل. يب، يلا حامل الحيط وتوأم الرماد. عندي ما يعرف هنا ممكن بس نلحق عندي نخبي البلابل عن بعض عشان تطلع. يعني مثلا انا اختار احمل المحيط واخبيه في ذات الطلاق عشان عبد القادر ما يشوف، اختار اي بلبل عشوائي. الوميض وبرق المجفه. اوكي، خرج ودخل وخرج ودخل، يعني شيء غريب. لو في بيرس شيء خرافي. اوكي لا، اوكي بس خلينا نشوف نحفوز. طبعا الفائز الوميض اصلا في النزال ف 18 بلابل سريع. يلا الزوبعة الجديدية وشجاع منتصر من اغرب النزالات. اوكي بنقطة، اوكي نقطة واحدة، ف 19 بلابل يسارية وكم بلابل يمينية 17. لو بعد تستطيع وشجاع سوبر كينج. اوكي اوكي يلا شجاع. اوكي تو كليك توقعت شجاع حيفوز. اوكي في ضربات في زوبعة تستطيع تفوز، وطبعا حمد النزالات ل 25 نقطة. المحارب الشرس وبغاتها النصر. اوكي في ضربات بس هل ممكن المحارب يحطم البراثن؟ توقع مستحيل، ممكن هو يحطم المحارب يحطم ممكن يب. اوكي مجلسها قادر احتمال معين توقع تكون في ضربات ونقطة براثن النصر. ديابلوس والزحف الضارب. اوكي يلا ديابلوس يلا زاحف. اوكي يلا زاحف يلا فوز. الجزء الاول الجزء الخامس يلا. اوكي لا مو اخر اصدار، في الدي بي الحين. يب فا اوكي نقطة بلاب اليمينية وانتهي الحين 21 بلاب اليسارية و18 بلاب اليمينية. اوكي مباراة النصر المطور، مباراة التيربو والقرش المفترس. حيكون في النزال يعني امتصاص طاقة خصم، فخلينا نشوف مين حيفوز. اوكي بغات حيفوز ونقطة بلابل يسارية 22 بلابل يسارية، فنجيب الوميض ونلعب نفس ضد القرش. ايش رايك؟ يلا ثلاثة اثنين واحد. اوكي ونقطة بلابل يسارية، بس نحسبها ولا ما نحسبها؟ لا انا اشوف ما نحسبها. يلا اوكي نلعب جولة ثانية. يلا رمح اللولبي والوميض اللامع، فممكن الوميض اللامع يفوز بس انا ابغى رمح اللولبي يفوز. حيفوز شوف. اوكي انزال ممل، ما توقعت حكم ممل للدرجة يعني. اوكي في هذه الجولة الفايز هو رمح اللولبي ونقطة بلعبة اليميني. اوكي انزال بعده. اوه البس والله من جد قادر. فالحين تيجي 22 بلعبة اليسارية و21 بلعبة اليمينية، فحنلعب الحين انزال بين وميض السوبر كينج وشجاع السوبر كينج. يلا يلا يا شجاع يلا يا وميض يلا يلا من الحفوز. شجاع قوي، شجاع يب الضربات اسطورية، شجاع اللي رجع بلابة اليمينية و... اوكي الوميض فاز. يلا الوميض فاز 23 فجلت 21. يلا جولة ثانية. يلا شجاع خرج خرج حلبة يا شجاع. يلا اسطورة. اوكي ايوه وميض خرافي في انه ما يخرج خرج حلبة يعني. قاعد ديستروي اتوقع كان اسمها اسطورية داش ستار.
اوكي نط الاميط 24 الاميط او البلاب اليسارية يعني و21 بلاب اليمينية. فالحين بجيب حامل محيط يعني يعتبر من اقوى البلاب. بجيب الشجاع المتقد. يلا تعال سمحت الحين 24 يعني جماعة خير البلاب اليسارية و21 بلاب اليمينية. فلو البلاب اليمينية رجع في النتيجة وفازوا حيصير سيناريو اسطوري المقطع. هيا شجاع حطمه. يلا حامل محيط فوز فريقك بيدك وتحطم حامل محيط و23 بلاب اليمينية و24 بلاب اليسارية. يلا الحيط اللامع والسيف القاطع الموضوع بيدك. السيف القاطع يفوز البلاب اليمينية في نزالات اليوم. فطبعا جماعة الخير زي ما تشوفين في اخر نزال السيف القاطع حطم الاميض اللامع وكانت هي 23-24 البلاب اليسارية. فلما حطمه صارت النتيجة 25 البلاب اليمينية و24 البلاب اليسارية. فبكده نقدر نقول البلاب اليمينية هم اللي فازوا في نزالات اليوم. فبس هذا كل اللي عندنا. اتمنى عجبكم مقطع اليوم. البلاب اليمينية هم اللي فازوا. السيف القاطع هو اللي فوزهم تحته اخوه السيف الوهاج. فوصلنا للختام. طبعا لا تنسوا تضغطوا اللايك ومع السلامة.